أهلا بكم في درس جديد من دورة تصميم Personal Voice Assistant المساعد الشخصي الذي نقوم بالتعامل معه عن طريق الأصوات. فقمنا في الدرس الماضي بتحميل مكتبة Speech Recognition لكي نستطيع القيام بتحويل الكلام إلى Text من Voice وإشارات إلى نصوص، لكي نستطيع هنا القيام بكتابتها وطباعتها بعد القيام هنا بإدراكها. فنرى هنا كيف نستطيع القيام بذلك. Hi, how are you? نرى هنا بداية كيف قام مثلا بتحسس اللغة العربية فقام بإعطاء هذا الغلط. لذا إذا قلنا هنا مثلا فقط بالتحدث باللغة الإنجليزية Hi, how are you؟ فنرى كيف أنها تعمل. لدينا هنا إشكاليتان علينا القيام بحلهما. الأولى هو أنه إذا قلنا مثلا بالتحدث بلغة مغايرة باللغة الإنجليزية فإنه يقوم بإعطائنا أخطاء، حتى لو قلنا مثلا بالتكلم باللغة الفرنسية مثلا Bonjour, comment tu t'appelles؟ نرى هنا أيضا كيف لدينا خطأ. لذا هذه هي المشكلة الأولى التي سوف نقوم بحلها. وأيضا لدينا إشكالية أنه نقوم فقط باستقبال أمر واحد، فمثلا بعد أن نقوم هنا بإدراك هذا الكلام والقيام بطباعته نقوم بالتوقف. لذا سوف نقوم بجعله أكاديميكية ونقوم بالاستمرار بالكلام وطباعة ما نقوم بالتحدث به. فالخطوة الأولى لكي نقوم بمعالجة هذا الخطأ، فسوف نقوم هنا بتطبيق ما يسمى try and catch، وفي البايثون يسمى try and accept. فهنا سوف نقول مثلا قم بمحاولة تطبيق هذه الأوامر، ومن ثم في حال الفشل accept. فهنا مثلا قم بطباعة print sorry I don't understand can you repeat بهذا الشكل لنرى. أرجو أن تكون على ما يرام، سعدت بلقائك. تمام، فنرى هنا كيف يقوم بطباعة أنه لم يفهم ويطلب منا القيام بالإعادة. I just said that I'm pleased to get to know you and I want to know more about you in the future. بهذا الشكل، إذا هي تعمل دون مشاكل، ممتاز. الآن الخطوة التالية أن نقوم بتحويل هذه إلى صيغة ديناميكية، فنقوم مثلا أولا بتحويلها إلى تابع. على سبيل المثال سوف نقول هنا قم بتعريف تابع ليكن مثلا voice command أمر صوتي، ومن ثم نقوم بجعل هذه ضمنها هكذا. وبعدها سوف نقول هنا قم على سبيل المثال برد هذه القيم، فنقول هنا return هكذا وهنا أيضا. لنرى How are you؟ تمام، إذا هي تعمل دون مشاكل. من ثم سوف نقول هنا قم بإنشاء مثلا flag يساوي true، ونقوم بإنشاء حلقة while لهذا الفلاج. فهنا قم بتطبيق هذا الأمر هكذا، وقم بحفظه في command، ومن ثم سوف نقوم بطباعته. وفي حال مثلا كان هذا الكوماند متضمنة لكلمة لتكون مثلا close، فهنا سوف نقول مثلا في حال كانت close موجودة ضمن هذا الكوماند، لأنه في الواقع يقول هنا you say something. إذا سوف يكون مثلا الأمر الخاص بالإغلاق موجود في هذا المكان. لذا كلمة close سوف تكون متضمنة في العبارة الكلية. فهنا نقول مثلا flag يساوي false. وأيضا سوف نقوم مثلا بطباعة your personal assistant is closed bye. لنرى hi how are you nice to meet you. ما هو اسمك can you close please. تمام، بهذا الشكل. فنرى هنا كيف توقف التنفيذ، ونرى هنا كيف قام بطباعة هذه العبارات. إذا هنا قمنا بجعل هذه الأكواد أكثر ديناميكية، والآن نستطيع القيام بالتعديل وتوسيع هذه الأكواد من خلال إضافة هنا هذه الشروط المعبرة عن تفصيل هذه الأوامر التي نقوم بقولها وتحويلها إلى نصوص، وهذا ما سوف نقوم بتوسيعه خلال الدروس اللاحقة. فإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درس لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم، وألقاكم في الدرس التالي. سلام.